كتفزوا عليا انتوما تقسموا الوقت راه ما كنخرجش معاكم، راه ماشي اللي قررتوا انتوما كنفزوا عليا هي الحكم كامل ماشي عارفوني راه عارفو كنتازلو كامل اصلا. المناقشة ديال الرسالة ديال السيد الوالي بالنسبة لينا فيها شقين، كاين شق تقني وشق سياسي. شق تقني فيه المسؤولية الواضحة ديال المكتب الجنسي المدني ديال عدم القدرة وعدم كفاءة التعامل مع بعض المسائل هي تقنية واللي هي المصادقة على الميزانية من طرف القابض واللي هي التعامل مع التطبيق اللي وقع في الكيبيل. ولكن هذا الجانب التقني، الجانب السياسي كاين تناقض ما بين الرسالة هي الداخلية اللي خرجت في الأمس، كاين تناقض ما بين الرسالة اللي خرجت في الأمس واللي وصلتنا في الديسات. أنا عندي هذا السؤال عريض، واش الإخوان في المكتب في مجلس المدينة ما قدروش يتساءلوا مع السيد والد أو مع المصالح الداخلية؟ كيف حنا عندنا الدورة اللي دزنا والرسالة مكتوبة في الأمس وصلتنا حتى للديسات، ست أيام ديال البرد، فين كانت هذه الرسالة؟ واش ما كاينش تواصل؟ واش ما كاينش تلاقي باش توصلنا غير بشكل حبي قبل ما توصلنا بشكل رسمي؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هاد المسألة ديال الدين ديال الفيل، واش 20 سنة يلاه تبين بأن اليوم خاص مجلس مدينة الدار البيضاء يأثير وفي بداية المجلس ديالو؟ هذا السؤال الثاني. اللي بغيت نقول ان الاخوان في المكتب والكلمه ديال الاغلبيه، كلمه الاغلبيه كانت غاده في واحد المسار ديال ما عارف واش تقول بان علاقتنا طيبه وبان كاين ملاحظات، وخاص الفاعل السياسي تكون عنده الجرأه الكافيه لوقيته اللي تكون مشكل يقولها. كاين عدم التواصل وكاين مشكل خاصو يتحل، لان ما يمكنش مجلس المدينه والساكنه البيضاويه تأدي الضريبه ديال اختلافات في نقاط معينه ما بين السيد الوالي وما بين مكتب مجلس مدينه الدار. جوج، باش الاخوان اللي جاو يحلوا المشكل كعادتهم، اللي جاو يحلوا المشكل ديال 20 مليار مشاو غير المواطن، ها تطعم الضريبه هنا والضريبه هنا والضريبه هنا والضريبه هنا، والحال ان المشكل اللي كناقشوه كاملين في المجلس واللي كنا كنتكلموا عليه هو شركه التنميه المحليه. شركه التنميه المحليه كتاخذ من الناس زيرو فلوس، وحنا كنقولوا وقلناها في الجلسه السابقه لان الاخوان في المكتب خصكم انتم تعلموا دراسه السيد الوالد. حنا طالبنا بحضور مدراء شركه التنميه المحليه في الدوره ديالنا وما كيحضروش معنا. هاد الشركات كنا نقتطعوا منهم عوض من لان عدد الملفات عالقه معاهم وعدد الامور معقله معاهم، كنا نقتطعوا لهم عوض من نتوجهوا لجيوب المواطنين والضرائب المختلفه اصلا. انا كنقول السيده الرئيسه باش نختم انا كنقول السيده الرئيسه عندنا التزام معك التزمتي به في القاعه انك غديري دوره استثنائيه على موضوع شركات التنميه المحليه بالدار البيضاء، وحنا